هذا استكمال لخطواتنا التي نعمل بها من أجل موضوع حل موضوع الكسارات المتواجدة في أراضي كور وسفارين. نحن في الإغاثة الزراعية لنا مجموعة من المطالب، وهي حماية الأراضي الزراعية من خطر التلوث وتوسيع البقعة الزراعية. نحن حاولنا من خلال هذا اللقاء هو أن نوصل الرسالة للمسؤول المباشر، حيث جمعنا مجموعة من المزارعين أو ممثلين عن المزارعين أو من يمثلهم، من أجل إيصال الرسالة مباشرة منهم إلى صاحب القرار في هذا الموضوع. كما شاهدتم كان لقاء إيجابي، كان هناك تجاوب من الوزارات. نحن خطواتنا القادمة أيضا سنذهب إلى المجلس التشريعي كي على الأقل من أجل تغيير بعض القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، لأن الوزارات تتحدث عن قوانين، هنا القوانين جائرة والقانون هو بالأساس وضعه إنسان ويستطيع أن يغيره إنسان. نتأمل من هذه الجلسة أن خرجنا بتوصيات، نتأمل أن يستجيب المسؤولين لما خرجنا فيه من مخرجات. نحن في سلطة البيئة نقوم بدورنا على أكمل وجه في هذا المجال، لا نهمل المهمات المطلوب معها، ولكن لا نقلل من قيمة الحراك، دائما الحراك الجماهيري ورغبة الجمهور. يعني إحنا بنحب دائما نكون الجمهور الرقيب على أداء السلطة، على أداء مؤسساتها، من أجل تصحيح المسار قدر الإمكان. إحنا منذ حوالي شهر تقريبا وهذا الموضوع موضوع على الطاولة أمام على مستويات أمام معالي رئيس سلطة البيئة وكل الدوائر المختصة، نعمل به ليلة ونهار، بالتأكيد في متابعة رسمية ومن قبل مجلس الوزراء وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء. وسيكون أنا أتوقع أنه سيكون هناك يعني حل نهائي لهذه القضية، لأنه عندما نتحدث عن موضوع كسارات نتحدث 100% الكسارات يرتبط موضوعها بالتلوث، بالتالي يعني الإجراءات التخفيفية يبدو أنها ليست مقنعة للمواطنين، بالتالي يجب أن يكون هناك حل جذر من قبل السلطة الوطنية وأذرعها المختلفة من أجل إيجاد أمكنة معينة لنقل هذه الكسرات عليها وحل المشكلة من جذرها. ولكن لحين إيجاد هذا الموضوع، حل هذا الموضوع، سنواصل إحنا بناء يعني رسالة للمواطنين كلاتهم إنه إحنا في صفهم، سنواصل عملنا اليومي مع المواطن من أجل زيادة الرقابة والكشف والتدقيق على هذه الكسرات، حتى يعني نقلل الضرر إلى الدرجة الدنيا لتخفيف الضرر على المواطن. وهي الورشة أجت ناتج للمسيرات اللي عملناها أمام مجلس وزراء وأمام مجلس التنظيم الأعلى، ونتمنى أن التوصيات اللي أخذتها الجلسة أنها تكون يتم الأخذ فيها، لأنه عندنا المواضيع كثيرة جدا. أنا كبلدي راسلت جميع المسؤولين في السلطة عندنا، وديت لوزارة الحكم المحلي، وديت لوزارة الاقتصاد، وديت لرئيسة الوزراء، وديت لجميع المسؤولين عندنا، لأنه عندنا احنا كبلد بيت ليد الكسارات موجودة غرب البلد، واحنا شرقية. هسا الريح غربي كله بيجي على بيت ليد، يعني ما بروح على الكرة الثانية، بروح غربة، لأنه الغبرة بتيجي بتشرق. تقدمنا بورقة علمية دراسية من الواقع الميداني الذي يؤكد على الضرر الواقع على شجرة الزيتون وعلى قطاع الزيتون، بحيث تراجعت الإنتاجية لهذه الأشجار بناء على يعني الضرر القائم من خلال الغبار الذي يعني يغطي الأجزاء شجرة الزيتون، وبالتالي هناك ضرر واقع على الإخوة المزارعين. فجاءت هذه الندوة يعني بتنظيم من الإغاثة الزراعية، وشاركنا فيها ممثلين عن جامعة القدس المفتوحة، ونضم صوتنا إلى صوت المزارعين لمعالجة وللحد من هذا الضرر القائم. فهو ضرر قائم في عدة مناطق في فلسطين، في جماعين وفي قباطية وفي طول كرم.